أطلقت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء. وقال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 ميكا اللواء الركن مفرح بحيبح أن قوات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية الملاجم، بدأت من منطقة الهجفة وتمكنت من تحرير منطقة شركة بن عرب وجبل الدير وسيلة الوهبية، وكذا تحرير معسكر الاستقبال بمنطقة فضحة ووادي فضحة بالكامل وصولا إلى مفرق عفار. إلى التفاصيل. على وقع هذه الضربات القاسية التي يسددها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة نحو نحور أزلام وفلول الميليشيا الإنقلابية، يتقدم الأبطال الميامين في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء بخطى ثابتة نحو مفرق عفار الاستراتيجي. أما أهمية المعركة فهي مفتاح تحرير البيضاء بشكل عام. نحن اليوم هنا في فضحة، يعني أكبر معسكر للحوثيين وأهم معسكر حامي على فضحة. إن شاء الله بإذن الله نستكمل تحريرها والطريق إلى البيضاء ومن البيضاء إلى صنعاء إن شاء الله. من هنا نحيي فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونقدم له هذه الانتصارات هدية من الجيش الوطني محور بيحان. المعركة العسكرية التي انطلقت صباح اليوم أسفرت عن تحقيق تقدم ميداني كبير لأبطال الجيش الوطني، تمكن من خلالها هؤلاء الأبطال الميامين من السيطرة الكاملة على معسكر فضحة الاستراتيجي ووادي فضحة وشركة بن عرب وكذا سلسلة جبال الدرن. شهيد ولا معاد واحد بعدهم لا ما وصلهم مره. ونحن نتكلم الان وانتم موجودون على ارض المعركه، المعركه ما زالت مستمره، والجريح جريح والشهيد شهيد، ولكن لن ينثنوا اطلاقا. ان شاء الله النصر قادم على مستوى اليمن كله. شكرا لكم ايها الابطال، انتم ابطال كما هو ابطال الجيش الوطني. من خلال هذا التقدم الميداني الذي أحرزه أبطال الجيش الوطني، كبدوا الميليشيا الإنقلابية الخسائر البشرية الكبيرة في العتاد والأرواح واغتنام مخازن الأسلحة التي كانت تتمول منها تلك الميليشيا الإيرانية. يؤكد هؤلاء الأبطال الميامين أن هدفهم القادم هو تحرير مفرق عفار الاستراتيجي، ومن ثم التوجه نحو تحرير محافظة البيضاء بالكامل من رجس وظلم ميليشيا الكهوف والكهنوت الإنقلابية. معارك قضية يخوضها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من طيران التحالف العربي، وهم يلقنون أزلام الميليشيا الإنقلابية الإيرانية أقصى الضربات الأليمة. رفيق السامعي من الخطوط الأمامية بمديرية الملاجم لمحافظة البيضاء، قناة عدن.